أصحابه. عباد الله، الله خلقنا من ضعف، ثم جعل من بعد هذا الضعف قوة، ثم جعل من بعد هذه القوة ضعفا وشيبة، أي لا جدوى بعد ذلك للرجوع إلى القوة إلا عنده جل وعلا. قوة الشباب التي يعيش بها أجمل الذكريات مع أولاده وأصحابه، ثم تمر السنين والأعوام تتلاح وتتلاحق الأيام تلو الأيام، حتى يكون المشيب والكبر، ويقف عند آخر هذه الحياة فينظر إليها وكأنها نسج من الخيال أو ضرب من الأحلام، إنما كأنها وقف تحت ظل شجرة ثم سار. قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. يقف في آخر هذه الحياة وقد ضعف بدنه وانتابته الأسقام والآلام، ثم يفجع بعد ذلك بفراق الأحبة والصحب الكرام. إنه الكبر الذي رق عظمك وكبرت سنه وخارت قواه وشاب رأسه. إنه الكبير الذي نظر الله إلى ضعفه وقلة حيلته فرحمه جل وعلا وعفى عنه، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. نقف اليوم مع هذا الكبير ذكرًا كان أو أنثى، مع حقوقه التي طالما ضيعت عند بعض من الناس، ومشاعره وأحاسيسه التي طالما جرحت، ومع آلامه وهمومه. أصبح الكبير اليوم في كثير من البيوت غريبًا بين أهله وأولاده، بل ثقيلًا على أقربائه وبعض أولاده، حينما يكرر الكلمة أو يكرر المسألة أو يسأل عن أشياء قد يظنونها أنها ليست من خصوصياته، وذلك قلة فقه من الأولاد والبنات. من هذا الذي يجالس الكبير؟ من هذا الذي يؤانسه؟ من هذا الذي يباسطه ويدخل السرور عليه ويسمع أحاديثه؟ ما أجمل حكمة الشيوخ إذا اجتمعت مع حماس الشباب، لكن الشباب يفقدون هذه الفكرة وهذه المعلومة العظيمة مما مر بهم. فالدنيا لا تستقر على حال، وتلك الأيام نداولها بين الناس. في كثير من المجتمعات إذا تكلم الكبير قاطعه الصبيان، وانشغل عنه الأبناء والبنات بجوالاتهم وكأنه ليس بينهم. إنا لله وإنا إليه راجعون، يجلس ليؤانسهم ويحادثهم، فينشغلون بهواتفهم، وليته انشغال عمل لكنها ألعاب يتداولونها، أو مواقع يدخلونها، أو مشاهير سفهاء يتابعونهم، والآباء والأمهات بجوارهم قد ينهونهم مرة ومرتين، ثم ييأسون منهم ويتركونهم على فالهم. وكأني بالأب يقول: ليت الولد لم يأتي إلي بهذه الصورة. كان بالأمس القريب يخرج الأب من بيته إلى العمل أو إلى الأصحاب والخلان، يقطع الوقت، وكان يستغل شيئًا من أوقاته في كثير من مصالح أولاده. واليوم إذا خرج وقد كبرت سنه ورق عظمه، يخرج بالأسجان، يخرج إلى الأصحاب يشيع موتاهم ويعود مرضاهم، فالله أعلم كيف يعود إلى بيته بالقلب المجروح والمنكسر والعين الدامعة التي تحتاج من يواسيها. يا معشر الكبار، الله جل وعلا هو الذي يرحم ضعفكم ويجبر كسركم. في الله جل وعلا عوض عن الذين ذهبوا من هذه الحياة، هو أنيس المستوحشين،
هو أنيس المستوحشين، هو رب العالمين جل وعلا قريب من عبده. فهنيئا لمن بلغ سن التقاعد ثم استغل بقية عمره في قراءة كتاب ربه والقيام بالسنن والنوافل والأذكار واستغلال الحياة ومزرعتها للآخرة. يا معشر الكبار، أنتم الكبار في قلوبنا، كبار في نفوسنا، كبار في عيوننا، كبار بعظيم حسناتكم وفضلكم بعد الله علينا. أنتم الذين علمتم وربيتم وقدمتم كثيرا من التضحيات لأبنائكم ولمجتمعكم، ولئن نسي كبير فضلكم فإن الله لا ينسى، ولئن جحد الكثير فضلكم ومعروفكم فإن البر لا يبلى والديان لا يموت، والخير يدوم ويبقى، ويرحل معك عملك الصالح ثم إلى ربك المنتهى، وعنده سبحانه الجزاء الأوفى. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. يا معاشر الآباء والأمهات، أما الآلام والأسقام التي تجدونها فإن الملائكة تكتب حسناتكم التي كنتم تعملون، يكتب للمريض والمسافر ما كان يعلم ما كان يعمل، والله جل وعلا يعظم الأجور، والحسنة بعشر أمثالها، ستجدونها بين يدي الخلاق العليم جل وعلا. فالله أعلم كم لهذه الأسقام والآلام من حسنات عند الله جل وعلا. إن الله ليكتب للعبد المنزلة في الجنة فلا يبلغها بعمله، فيبتليه جل وعلا فيصبر فيرفعه إلى هذه الدرجة. وفي بعض الروايات حتى يقول العبد: يا ربي بما نلت هذه المنزلة؟ قال: بصبرك على البلاء الذي أصابك. احتسبوا عند الله جل وعلا جزيل الأجر والثناء، فإن الله جل وعلا يكتب للعبد المؤمن ما كان يعمله عند عجزه. نعم، ما كان يعمله عند عجزه. وعجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. كم من الخير أيها الأب المبارك تركته بين أبنائك وفي مجتمعك، فلا تغفل عن احتساب الأجر عند الله جل وعلا. يا معشر الشباب، ارحموا الكبار ووقروهم وأجلوهم، فإن الله جل وعلا يحب ذلك ويثني عليه. إن من إجلال الله جل وعلا كما ورد في الحديث، إن من إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم، رواه أبو داود. أحسنوا لكبار السن لا سيما الوالدين من الآباء والأمهات. قال الله جل وعلا: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كنت صغير فيحتضنونك، يجلسونك في حجورهم، يقدمون لك أفضل الطعام، لا ينامون حتى تنام، يلبسونك أفضل اللباس، ويتواضعون عن كثير من الأمور يتركونها لك، واليوم ضعف جنابهم وقد نسب الله بقاءهم عندك، فقال: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، كنت بالأمس عندهم فاليوم هم عندك، فأحسن الوفاء وقم بالواجب الذي أمرك الله عز وجل به. أحسن الوفاء فإنك ستجد ذلك عند ربك في الآخرة، وستجده من أبنائك في الدنيا. كونوا قدوة لأبنائكم وبناتكم وأخليكم. فقد روى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم.
نسأل الله جل وعلا أن يغفر لآبائنا وأمهاتنا، وأن يجعلنا لهم من البارين، وأن يجعلهم عنا راضين، وأن يجمعنا بهم في جنات النعيم، وأن يصلح لنا ذرياتنا وأزواجنا، إنه سميع الدعاء. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيمًا لشأنه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عباد الله، فإني أوصي كبار السن الذين بلغ بهم بعد الستين أن يستغلوا أعمارهم، بل بعد الخمسين، فالاستغلال الأعمار وبقية الأيام من مصلحتك، فأنت ترتب مزرعتك التي ترحل بها إلى الله جل وعلا. تقربوا إلى الله ما استطعتم إلى ذلك سبيلا، فإن ذلك عند الله عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة رضي الله عنها: كان يقوم حتى تفطرت قدماه. قالت: فقلت: يا رسول الله، أليس الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ أبلغك الله هذا السن ورأيت أبناءك وأحفادك، فتفرغ لشكر الله عز وجل وعبادته، ليكن لكتاب الله من قلبك نصيبا، وليكن للصدقة والإحسان من جيبك نصيبا، وليكن للذكر في قلبك ولسانك نصيبا، حتى تلقى الله عز وجل وقد أعددت لنفسك موقعا طيبا. فالله جل وعلا كريم، يعطي الحسنة بعشر أمثالها وإلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. ومن العيب أن يكون الإنسان يستغل كبر سنه وماله الذي أعطاه الله أن يجعلها في غير مرضات الله عز وجل. ولذا جاءت النصوص في العيب الكبير والعقوبة على كبير السن الذي يقع في أمور محرمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: 3 لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم أشيمط زان، لأنه كبير في السن قد ضعفت همته ومع ذلك يتابع معصية الله عز وجل. فلنستق الله عز وجل ولنستغل أعمارنا في مرضات الله. كم ختمة لك في عمرك، كم ختمة لك في أيامك وأنت قد كبر سنك ورق عظمك. عمر رضي الله عنه في 60 من عمره لما حج آخر حجة ونام على الحصباء في بطحاء مكة، نظر إلى السماء والنجوم ثم قال: يا رب. نظر إلى الله ثم قال: يا رب، اللهم إنك تعلم أنه قد رق عظمي وكثرت رعيتي، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفتون، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفتون. ويقول صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي بين 60 و70، وقليل من يتجاوز ذلك. كبار السن يا عباد الله لهم حقوق علينا، يأكلون ولكن قد لا يهضمون، فلا نستعجل عليهم. يضحكون وقد لا يفرحون، وإنما يوارون دمعتهم تحت بسمتهم، فلنمسحها نحن منهم، ولنكن بجوارهم نؤانسهم ونسمع أحاديثهم، وإن تكررت ثم تكررت ثم تكررت فكن أيها الابن كأنك أول مرة تسمعها من أبيك، ولتكن بلسماً على قلبك، فقد كنت صغيراً تكرر الكلمة فيضحك لك منها ويسمعها منك المرة تلو الأخرى، بل قد يطلب منك إعادتها، فاليوم أنت ترد هذا الجزاء. الكبار يؤلمهم بعدك عنهم أيها الأب وأيتها البنت، يؤلمهم بعدكم عنهم وانصرافكم عنهم،
بجوالاتكم وأصحابكم فليكن لهم منكم نصيبا، فلا تنشغلوا بغيرهم إذا جلستم معكم، واستأنسوا بأحاديثهم، واطلبوا قصص حياتهم وما مر بهم، وتحدثوا معهم عن إكرام أبويهم وبرهم لهم، وادعوا الله أن يرزقكم برهم دائما وأبدا. لم يكونوا كبار السن يعودوا محور البيوت ورأس العائلة كما كانوا قبل، فانتبه أيها الولد واجعلهم محور بيتك، استشرهم في كثير من الأمور، وإن جاءتك الاستشارة غير ما تريد فلا تشعرهم بضعف استشارتهم، اسمع منهم وخذ ما أمرك الله عز وجل به، فإنهم قريبون من الله جل وعلا، دعاؤهم أقرب للقبول، أقرب ما يكون، لأنهم كبار في السن. ولذا دعوة الوالد لولده، فلا تدعوا على أولادكم وإنما أدعوا لهم وكونوا معهم، فإن الله جل وعلا يرضى عنكم بصنيعكم هذا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الأبوين فقدوا آباءهم وفقدوا أمهاتهم وفقدوا كثيرا من رفاقهم وبعضا من أبنائهم، قد تكون قلوبهم مجروحة ونفوسهم مطوية على كثير من الأحزان، فلنكن نحن من يسليهم ويقف معهم، لأنهم سيذهبون عما قليل، وسنكون نحن كبار السن الذين في البيوت، فلنصنع ما نحب أن يصنع بنا، ولنقم بواجبنا لهم، فإن هذا ما أمرنا الله عز وجل به. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. ثم اعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين ومن سار على دربهم وسلك طريقتهم إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم ارزقنا بر آبائنا وأمهاتنا. اللهم من كان منهم على قيد الحياة فمتعه بسمعه وبصره وقوته ما أبقيته، وأحسن خاتمته يا سميع الدعاء. ومن كان منهم ميتا فوسع له في قبره ونور له فيه، واجعل قبورهم مفائض صلواتك ومقر هباتك وطرق عفوك وإحسانك. اللهم اجعلها عليهم رياضا من رياض الجنة يا سميع الدعاء، واجمعنا بهم في جنات النعيم يا رب العالمين. اللهم اجزهم خير ما جزيت والدا عن ولده، إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح لنا نياتنا وذرياتنا وأزواجنا، واغفر اللهم لآبائنا وأمهاتنا وعلمائنا، اللهم اغفر لهم يا رب العالمين، واجمعنا بهم في جنات النعيم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ علينا أمننا واستقرارنا. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، انصر به دينك وأعلي به كلمتك، واجعلنا وإياه هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أصلح لنا نياتنا وذرياتنا وأزواجنا. اللهم اجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه يا سميع الدعاء. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، غدقا مجللا، سحا نافعا غير ضار، تسقي به البلاد وتجعله اللهم بلاغا للحاضر والباد. اللهم أغث القلوب بطاعتك، وأغث البلاد بفضلك، أنزل علينا من بركات السماء، وأخرج لنا من بركات الأرض، واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك، قابليها وأتمها علينا يا رب العالمين.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.